امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة امتحان وطني وله أهمية قصوى، لهذا تم اختيار رؤساء القطاعات ومساعديهم وفق أسس مدروسة. يعقد هذا الاجتماع على جريا على الخطة السنوية المعتادة، وهي عودة اجتماع لرؤساء القاعات ومساعديهم في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لعام 2013 لدراسة جميع الاستعدادات وتوزيع البطاقات وتوزيع أسماء الطلاب وأسماء المراقبين الذين سيشتركون في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة لهذا العام، وإطلاع رؤساء القاعات والمساعدين على كيفية انتقالهم ووصولهم إلى القاعات وعودتهم، وجميع الترتيبات الخاصة بالامتحان سواء كانت ترتيبات معتاد عليها في كل عام أم ترتيبات استحدثت لهذا العام.